السلام عليكم البنات، معكم فاطمة تافينيس. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد مصايب معكم ان شاء الله. اليوم واحد الفقاس بارد اللي كيجي زوين بزاف، كنصايبوه وكندخلوه للثلاجة، ما كيطيب ما والو، وكيجي زوين بزاف وصحي البنات. ومبروك عواشيركم، يدخلوا عليكم هاد العواشر بالصحة والهنا، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. بسم الله، نقول لكم المكونات. يلا حطيت دابا كاوكاو، عندي هنا 1 كيلو ديال الكاوكاو البنات. المهم نقيتو حيت فيه داكشي اللي خاصه، الا كان جديد كاع ما كتحتاجو تنقيوها البنات. المهم غندخلو دابا للفران نحمرو ونرجع لكم ان شاء الله. كنحمرو مزيان البنات بهذا الشكل هذا اللي شفتو معايا. المهم كندخلو للفران وكنطلع عليه مره مره وكنحركو بهالطريقة هادي. المهم بدات تحمر مزيان وراني دابا خرجتو، وغادي نحيد ليه شوية القشرة، ماشي كلشي، المهم غادي نحيد ليها شوية بهالطريقة هادي. كما قلت لكم غنقص ليه القشرة ونرجع لكم ان شاء الله. انا قشرتو يا البنات، المهم قشرتو شوية، قشرت المهم تقريبا 1.5 وخليت النص القشرة اللي حيدت منها البنات. وغنطحنو شويه في هاد الماكينه هادي، ماشي غادي نطحنو يا البنات، غادي غير نهرمشو ونرجع لكم ان شاء الله. ها هو الكاوكاو ديالنا البنات، كما شفتوا معايا هرمشتو بهذه الطريقه هذه. وغادي نقول لكم المكونات الاخرين ديال القاص ديالنا اللي بقى. عندي هنا حليب نسليه البنات، عندي جوج، وعندي جوج كيسان تاع الكوك، كيسان تاع العنبه، وربعة ديال الساشيات ديال الكاكاو كما شفتوا معايا، وجوج الساشيات ديال نسكافيه. الا بغيتوا نص ديال هذه الكميه البنات، غديرو نص ديال نص كيلو ديال الكاوكاو، واحد نسلي، واحد كاس ديال الكوك، وصاشية وحدة ديال نسكافيه، وزوج صاشيات ديال الكاكاو. إلا بغيتو نص كمية البنات غديرو هاد القياس هذا. أنا بغيتو يكون كتير شوية، داكشي علاش دوبلت المقادير. وبقاو معايا نصايبو معاكم البنات. عندي هنا هاد نسكافيه، غادي نمعسها شوية بالكلاك. غادي نمعسها شوية بهاد الطريقة هادي، غادي نمعس شوية باش تجي غبرة. غادي ندير الكاكاو ديالنا، كما قلت لكم البنات 4 ديال الساشيات. هاد القص هذا البنات كيجي زوين بزاف وصحي وبنين وسهل في التحضير، غير ديروها البنات ان شاء الله غادي يعجبكم. وندير الكوك، جوج كيسان، وغادي نزيد نسكافيه. إلا بغيتو يا البنات ديرو نسكافيه ديرو، وإلا مبغيتوش بلاش. المهم كتجي زوينة بزاف هاد القص هذا،
وغنخلط شويه وعاد ندير النسلي. النسلي عادي البنات ماشي كراميل عادي. وغنخلط بيض ديال البنات بهذا الشكل هذا. الى بغيتو نص ديال هاد الكميه راه ممكن تصايبوها البنات كما قلتلكم. انا عارف بغيتو يجيني كتير داكشي علاش دوبلت المقادير بهذا الشكل هذا البنات. وغنزيد دابا نسلي بسم الله نديرو شويه بشويه نبدا نخلط. المهم نخلط القص ديالنا البنات ونرجع لكم ان شاء الله. هذا هو القوام ديالي البنات ديال القص ديالنا شفتوا بهذا الشكل هذا. المهم حتى كيتعلق بهذه الطريقه هذه صافي كتحبسوا ما كتزيدوش مازال نسلي. بقى لي هاد شويه البنات راه درتو كامل بقى تقريبا واحد جوج معالق اللي بقاو عندي هنايا. وغنشدو دابا المهم غادي نقسمو كويرات بهذا الشكل هذا البنات اللي شفتو. بسم الله باش نشكلو البنات وندخلو للمجمد. ندير فيها 4 كويرات كبار البنات بهذا الشكل هذا. صافي وحطيت السلوفان هنا البنات غادي نحط فيه الكويرات ديالنا كل وحده غادي نحطها بوحدها. عندي هنا البنات 5 نسيت قلت لكم 4 المهم عندي هنا 5 كنشد وحده كندير ليها الطريقه هذه وندير فيهم واحد الحربول بحال هذا الشكل هذا كنحطو على السلوفان. ونبداو نديرو بحال هكا البنات باش تشد لينا الشكل ديال القص. بحال هاد الشكل هذا البنات كيما شفتو كنغيرو عليه من هنايا ومن هنايا. المهم بهذا الشكل هذا كنديرو ليها الطريقة هذه البنات كنزيرو شوية من الجناب على هذا الشكل هذا. المهم كنعطيو واحد الشكل تاع الفقاس بهذه الطريقة وغنحطو في البلاطو. هاكايا البنات نزيد معاكم واحدة أخرى. كنحطو نصوص وحده اخرى
ندير فيها الحربوب بحال هذا الشكل هذا. ندير السلطه نبداو نصبحوه شويه بهذا الشكل هذا. هذا الشكل البنات بقاو معايا كنخلي هذا ونرجع لكم. ها هو القص ديالنا البنات شكلته بهذه الطريقه هذه. مهم درت فيه الحراب بهذا الشكل هذا اللي شفتوا معايا، وغندخلو دابا المجمل نخليه واحد ساعتين ونرجع لكم. وهذا هو القص ديالنا البنات ملي خرجتو من المجمد، راه صح معانا بهذا الشكل هذا اللي شفتو. راه بديت كنقطع فيها البنات، شوفوا البنات المهم غادي نقطعو معاكم بسم الله. كنميلو الموسى البنات باش يعطينا الشكل ديال القص عادي. هذا الشكل هذا البنات اللي شفتو. المهم في العرض نديرو القياس اللي بغينا البنات. كيجي زوين بزاف هذا الفقاس البنات كما قلت لكم، وبغيت وجدوه وصحي. شوفوا ها البنات كيجي زوين بزاف تبارك الله. وبقاو معايا البنات حتى نقطعو كامل ان شاء الله ونرجع لكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال القص ديالنا البنات كما شفتو معايا، راه تبارك الله راه كيجي زوين بزاف. شفتو ها البنات راه كيجي معلك وزوين وبنين البنات. نتمنى تجربوه وينجح معكم، وانا متاكده البنات الا جربتوه غتبقاو ديروه ديما حيت كيجي زوين بزاف. والا قطعتوه بحال هذا الشكل هذا وتحطوه في شي تسوبيره وتحطوه في الثلاجه لتحت بلا ما تردوش المجمد. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التشجيع ديالكم ليا. والا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم. وبسلامه عليكم، كان الفيديو الجاي ان شاء الله.